عسلامتكم، مرحبا بكم في ماليس اونلاين بوان كوم. معكم محمد علي سويسي. سلوى سماوي مديرة مايكروسوفت تونس تجاوب عبد الوهاب الهاني على كلامه اللي قالوا الجمعة اللي فاتت في شمس افام، لكن سلوى سماوي زادة تعطينا رايها في الفينال متاع ايماجين كاب 2011. الفينال كان نهار السبت اللي فات في الانسات. سلوى سماوي تعطينا اخر اخبار مايكروسوفت في تونس، خاصة هنا نحكيو على ويندوز فون 7 لو اس متاع السمارت فون، وقتاش باش يتلانسا في تونس وشنو مستقبلو في بلادنا. نتابعو بعدنا الانترفيو هذا على ماليسونلاين.com. مرحبا بكم. اليوم السبت 7 ماي، اليوم الفينال تاع ايماجين كاب، الدوره الكبيره والمسابقه الكبيره اللي تنظمها مايكروسوفت. الفيناليست باش يمشي لنيويورك، اليوم عرفنا الفيناليست، لكن خلينا بعد هالغمره هذه بعد الفرحه نحكيو مع مدام سلوى سماوي الدي جي تاع مايكروسوفت تونس. مرحبا بكم. مرحبا بكم. فرحة كبيرة. دونك كيف قلت اليوم امبيونس حلوة ياسر في الليسات، شنو شعورك بعد هالفرحة؟ كنا ايموسيون انكرويابل، ليكيب اللي ربحت سيتي انكرويابل دوار ليموسيون. جيت مع عائلتها من جابس، ليتوهم كيفاش وليدات يتكلموا دان ان انجلي بارفي، اون باسيون انكرويابل، اون فولونتي دو غاني عمري ما ريتها قبل في تونس. امبيونس نتاع الاولاد اللي شفناهم، يا دي 400-500 اتيديون هوني في الانسات يحكيوا على الانوفاسيون، على الابتكار في التكنولوجيا. شفنا دي بروجي من احلى البروجيات اللي ليناهم، دي بروجي على لا سيتويانتي، دي بروجي على السوليداريتي، دي بروجي على ايدي لي بورتور دو هانديكاب، دي بروجي كي بوف ريزودر دي بروبليم سوسيو ايكونوميك دون لو موند انتيير. فماشي محاوله من مايكروسوفت وموانكم تتبناوا الباقيين؟ وي، كيما شفتوا احنا اليوم جبنا معنا اوسي دي بارتنير نتاع مايكروسوفت كيما سينوبسيس، كيما اي بي تيك، كيما ادفانسيا، كيما تلنت، اللي موجودين افيك دي ستاند بور ريكروتي جوستومون نون سولمون لي ستوديون مي اوسي بور بارينير سارتان ستارت اب سارتان دو سي بروجي. يا في parmi nous dans le jury aussi des gens qui sont dans le business de start up ou يحبوا ياخذوا هالبروجيات هذيا. ومايكروسوفت بيان ايفيدامون لا بوكلي بوكلي من ايماجين كاب للبروجي يتكون يولي اون ستارت اب اترافير لو ميك، وهذاك هو ليكو سيستيم اللي نتعاملوا معاه احنا في تونس ان شاء الله ربي. باهي، ليكيب ربحه اليوم، شنو اللي استنى فيها بالنسبه للزيتاب الجايين؟ اسكو باش تاخذ جوست انا تو باش نبداو نحضروا في لي فيزا وباش نمشيو لنيويورك، ولا فما لهوه بيهم؟ لا، باش نتولاو بيهم انا بيرسونيلمون، باش نقعد معاهم كل يوم باش نتاكد اللي هما ايزون لا بون بريزونطاسيون، بيان كو شفتهم اليوم معناتها تبارك الله عليهم، حتى واحد ما يعلمهم كيفاش يتكلموا، لا باسيون اللي عندهم، لا فوق l'espoir, la responsabilité, les Hassim Beh, les Houma Béchir Kadmo Tounes, les Alam, في نيويورك le 7 juillet. Par contre, باش نقعدوا معاهم لمدة حتى لو 7 جوي باش نتأكدوا اللي إن شاء الله بقدرة ربي أوني فا بور غاني إي با بور بارتيسيبي. دو كيستيون. مرحبا. الكيستيون الأولاني، الويندوز فون 7 اليوم وينو في تونس؟ أخبار على تونيزيا أنا باش تلانسي، فما أخبار أنه باش يبدا برشا في بلادنا. أعطينا كلمة على لو إس دي، خاطر فما دي ديفلوبور كوميم يحبوا يخدموا على. وي، كيما شفت اليوم محمد علي كان حضرت معنا برشا من لي ستوديون من لي بروجي ديجا ديفلوبي سور لو ماركت بليس نتاع ويندوز فون 7. دونك مسؤوليتنا احنا باش نجيبوا احنا جبنا بور لي ديفلوبور وكوناهم على ويندوز فون 7، وريتو كيفاش اوني بريمي في الكاتيجوري، ومشينا لو تور لو دوزيام تور سكي اكسترا اوردينير على الويندوز فون 7 من لي ديفلوبور ولي ستوديون. دونك فما اقباليه، فما رغبه باش يتعاملوا مع ويندوز فون 7. فما دي ديلي، قاعدين نحكيو مع لي زوبيراتور، ماليش برشا تلانسا ويندوز فون 7. فما دي دوموند انكرويابل دو بار لو موند، دونك فما لي كوموند هذوما اللي ان شاء الله باش يخلطوا باش نوليو نشوفوا دون لي موا كي فيان ويندوز فون 7 مع لي زوبيراتور لوكو ومع لي ديستريبيتور لوكو. ثاني سؤال، شنو رد مايكروسوفت على الكلام اللي قالوا عبد الوهاب الهاني من نهارين في شمس اف ام واللي حكى على علاقات مشبوهة؟ شنو الرد نتاعك؟ والله خساره، معناتها انا ماذا بيا اليوم في نهار كيما هكا ما نحكيش على الحكايات هذه، خاطر هذوما حكايات فريمون. اولا انا عييت من الحاجات اللي ما عندهمش ديزاليغاسيون نو فوندي، العباد اللي تتكلم هكاك حاجات غالطه اساسا. معناتها انا سيد هذا ما نعرفوش، وعملنا راه شفناه وما نعرفوش حتى اش يعمل، معناتها انت تسال فيه عليه ما نعرفش. جيتي اوبليجي باش نسمع شنو اللي قال، غالة عيب ما يجيش، مش معقول هكايا. راهو معناتها باش نخرجوا نتكلموا على حاجات كيما هذه ونقولوا راهو عملنا احنا سي عياد بن عاشور عمرنا ما شفناه، الكوميسيون هذه عمرنا ما شفناها، بالحق تعاملنا مع كوميسيون اخرى نتاع تقصي الحقائق واعطيناهم اترافير شركات تونسيه لي لوجيسيال، وتوا يخدموا بطريقه افيكاس دون ان داتا سنتر بروتيجي و لي دوني سون بروتيجي عندهم، وكانت responsabilité citoyenne de Microsoft, même la campagne électorale,
وعلاش لا؟ اما احنا ما فما حتى ديسكوسيون، ما وقعت حتى تقارب، وعمرنا ما شفناها الكوميسيون هذه. دونك ماذا بينا معناتها يدقق اخباره خير من نخرجوا هكاك معناتها نقولوا في بعضنا كلام نون فوندي مش معقول.